مساء الخير. يمكن تأخرنا عليكم شوي مش كتير، ويمكن طولنا الغيبة، ويمكن خفتوا طول الغيبة أكتر، ويمكن في أسباب بتعرفوها ويمكن لا. لكن شو ما فكرتوا وشو ما قلتوا، أنا بقول مع هيك جمهور وعلى هيك مسرح ولا ممكن يغيب شيء اسمه ستار أكاديمي عن شاشة الاي بي سي والفضائية اللبنانية. وبأولى سهرات ستار أكاديمي رح نستقبل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، والدي جي العالمي ديفيد بندتا، والمغني الأمريكي كيث تومسون. فلقونا بعد البريك. الشهرة هدف، النجاح حلم، طموح المجد، دروس، نظام، دقة، رح يقدموا أفضل ما عندن أمامكن. رابح واحد، انتو بتقرب.
مساء الخير. المناورة العسكرية نفذت على أكمل وجه. الإنزال الجوي تم بنجاح على مدرج ستار أكاديمي 6. طلاب ستار أكاديمي العشرين قدامكم متأهبين على شمالي ويميني، وهن بالحقيقة 20 من أصل 20,000 تقدموا على البرنامج، يعني نخبة النخبة أو the best of the best. ورح تكتشفوا مواهبهم وشخصياتهم على مدى 4 أشهر تقريبا، وهلأ رح يرفعوا الأقنعة تباعا. ناظم عز الدين من لبنان. تانيا نمر من لبنان. ناصر أبو لافي من الأردن. من المغرب. متعب الفهد من السعودية. آية عبد الرؤوف من مصر. محمد باش من سوريا. من تونس. زاهر زركاتي من تونس. بسمة بوسيل من المغرب. عبد العزيز عبد الرحمن من السعودية. ديالا عودي من فلسطين. يحيى سويس من الأردن. لالا اسكندر من مصر. إبراهيم دشتي من الكويت. جابر التركي من البحرين. ميشيل رميح من لبنان. محمد سراج من مصر. وميشيل أزي من لبنان. صبايا 12 شاب من 10 بلدان عربية. في أخبار كتيرة ومعلومات أكثر عنهم، لكن بعد بريك خليكن معنا.